الغياب المفاجئ لصفائح بيركو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام جعل متتبعيها يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء اختفاء صفائح بيركو، خصوصا وأنها حامل وفي شهورها الأخيرة. وقد ظلت أسباب اختفاء صفائح بيركو غير معروفة حتى ظهرت اليوم بهذا الفيديو. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes comme ça. Je sais que vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Ça c'est clair. Vous savez, les jours d'après de la grossesse, qu'est-ce qu'ils dosent. Surtout, زعما الشهور اللي تندوز منهم صعابين بزاف بزاف بزاف. كنت كنحاول نبارطاجي معاكم لو ماكسيموم اللي نقدر نبارطاجيه معاكم. جو نو سو با اون بيرسون زعما اللي كنخبي عليكم شي حاجه. فوز ات اون دوزيام فامي بور موا. الايام الاخرى هاد الايام الاخرى اللي غبرت عليكم فيها، جو سو باسي بار دي مومون خايبين خايبين خايبين. بزاف ديال الناس غادي نخلي لكم واحد لا فيديو، بزاف ديال الناس غادي يكونوا شوكي، بزاف ديال الناس اللي ما يتقبلوهاش، بزاف ديال الناس اللي هيقدروا يتقلقوا عليا، ولكن كانوا دي ديتاي اللي ما نقدرش نبارطاجيهم لا مع صحاباتي لا مع مي بروش لا مع ما فامي. فكنطلب من كلشي السماحه معكم حتى نتوما. ما نقدرش نبارطاجي دي ديتاي بزاف، تيقول لي واش عندك بنيته ولا وليد. مي لا غروسيس ديالي صعيبه بزاف، تعذبت بزاف. جي با شوازي انا اللي ما نبارطاجيش معكم، ولكن انا من الاول وانا جيتي اليتي لي 3 موا الاولين وفي الاخر اوسي بقيت نعسه. دونك ما كانش بامكان نبارطاجي شحال من حاجه. دونك فكرت في اون فيديو، دونك سي بور سا صورت اون فيديو اللي بارطاجيت، حاولت بارطاجي معكم فيها بوكو دو